مرحبا مليون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نسيتونا ترانا ما نسيناكم. كثير ما يسألني بعض الزملاء العرب شو المختلف في الإمارات وليش الإمارات قدرت تخطي خطوات كثيرة في التنمية غيرها من دول أكبر وأقدم، وفي كثير من الأحيان أغنى بالموارد الطبيعية والبشرية ما قدرت تخطيها. طبعاً توفيق الله عز وجل دائماً وأبداً. ثانياً، هنا في الإمارات بلدكم المحب قضية هامة جداً في العمل الإداري، وهي في رؤية الفرص داخل التحديات، كحال هذا المكان اللي نحن فيه. قبل عشرات السنين واجهت جزيرة أبوظبي تحديات كبيرة بامتداد البحر وأمواجه ويدخل على حدود الجزيرة، ولكن مع هذه المصيبة لم نندب حظنا، ما قلنا أنها مصيبة، ولكن فكرنا كيف نتعلم من الدرس ونقلب ونحول الخسائر والتحديات إلى ربح. وأنا بدوري بحاول أتغلب على صعوبة أنني للمرة الأولى منذ 8 سنوات أعجز عن إكمال التعرف على شعوب الكرة الأرضية، أخواننا وخواتنا من أبناء آدم وحواء، ونقل رسالة التسامح من بلد الإمارات لهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. ولكن الفرصة دائما موجودة في داخل التحدي. إذا عجزت أني أخذكم إلى شعوب الأرض فبأخذكم إلى أهلي وناسي، من رؤوس الجبال إلى الغربية، ومن جزيرة أبو موسى وحتى الربع الخالي، لأعرفكم على الإمارات من زاوية أخرى، وأقرأ معكم تاريخ بلدي وتفاصيله المختلفة الثرية، لنتعرف على الإمارات كما لم نعرفها من قبل. أول سكة حديد تم إنشائها في الإمارات، ما أدري مترا دبي في الفجيرة في الشارقة في الشارقة. ايه، عطني اسم سلطة إماراتية. رويد. سلطة يونانية. خس وخيار وطماط. ما يبالي شيء والله، نسيت. أسئلة كلها صعبة. الأسئلة كلها صعبة. أيام قبل عندنا شيء نسميه المهاواة على الطفل عشان يرقد، يغنون أغنية كذا مثل الهازيج البسيطة. هاي حافظ شيء؟ والله ما أعرف. موتها سامع انا بس ما اعرفه. دللو يا الولد يا ابني، دللو. الله الله الله، مو بحافظ شيء منه، لكن اعرف اللي تقصده انت. لا انا ما اتذكر. ما تتذكر؟ ما اعرف، اول مره اسمع. الحمد لله انا شي ارتحت، الاجابات يعطيهم الصحه والعافيه اكدت لي اهميه الموسم. يا ذكريات دروب، المشاهد اللي تشوفونها من رحلات ماضية، صور معاناتنا في مطارات العالم المختلفة. العمل الإنتاجي فيه تحدي حقيقي اللي هو التحدي اللوجستي. بصراحة كل ما تطورت التكنولوجيا الحمد لله شنطنا تصغر، بس يوم تطلع تصور تحب ان تكون كل امورك جاهزة وعندك كل الادوات اللي تحتاجها. اما حلم كل صاحب برنامج هو ان يكون عنده مثل الهودج، كرفان يحط فيه اللي يريده ويرقد فيه ويصور ويجتمع مع الفريق ويطبخ ويجهز قهوته متى ما حب، ومتى ما حب انه يزور مكان ويتنقل يتنقل براحته ومتى ما شاء. فالشي اللي احلم فيه قررت اسويه في بلادي.
النوم وانت بكرامة الحمام، كبت، ثلاجة، المطبخ، شغل عدل. وهذا مجلسنا. وراكم شيء؟ شو الفطور؟ طيب ان شاء الله، الله يتقبل. باخذكم معاي في لفة سريعة نستفيد ونستمتع بمعلومة. ها جاهزين؟ قربوا معاي الى مقر القيادة. زين، أولى معلوماتنا المهمة جدا وعلى السريع. دائما ما نشوف في الحلال من البوش والجمال بشكل عام عند كل قبيلة أو عند كل أسرة أو عند كل شخص يمتلك إلى عدد من هذا الحلال يكون في وسم. نحن نشوف كثير من هذه الجمال وعليها وسم. يا ترى شو قصة الوسم وليش الأشكال مختلفة؟ طبيعي جدا نعلم تماما بأن هذه الوسوم اللي على الجمال تعني أنها ترجع إلى أسرة معينة، قبيلة معينة، مجموعة معينة. ولكن هل شفنا العملية؟ اثنين، أي وحدة منهم ترمز لمن بالضبط ومن هم القبائل؟ تعالوا نشوف ونسأل والمرة نتعلم شوية معلومات. السلام عليكم. يا مرحبا يا مرحبا. مرحب باجي، ايش حالك يا عمي؟ عساك بخير. طول عمرك. يعطيك العافيه. زارتنا البركه. طول عمرك، جزاك الله خير. الله يحفظك. احنا والله طال عمرك ذي بقع المبروكه. الله اكبر. وعند الحلال والليل قاعدين نوسم. الله. سمعت؟ هالمطلوب هالمطلوب. تبيتونا على غفله. ما. ها؟ نحن طال عمرك جايين نتعلم ونعرف الطريقه في الوسم. الوسم طال عمرك. واهميتها. الوسم طال عمرك ذي شاهد لاصحاب الحلال اللي يدل طال عمرك على صاحب المطيه. الشخص ذاته. الشخص. هو الوسم للقبيلة. نعم. ولكن فيه بعض المواقع يسمون الشاهد ذي يقول أنها ما هي لي يقول أنا وأنت ابني عم. نعم. ولكن شاهدك خير وشاهدي خير. واضح. طيب. حنا بنبدأ طال عمرك بقبيلة الأسرة الحاكم وسم الشيوخ. نعم. الله وسم الله. الشيوخ. نعم. هم الأوليين وهم يستاهلون كل العلم الطيب. أكيد. وسم طبعا. حياة زايد وعياله أن هي ذيلا طال عمرك الحلقة. حلقة وبنحط عليك نيشان هاني. آه. وزايد يحط مطلق تحت. تحت شاهد. جميل. بعض من عيال محمد بن خليفة وعياله وكلهم ذي طالعين. نعم. كلهم نفس الحلقة ولكن يحطون موقع ثاني عشان يدل أن ذي الحلال تخصين عيال محمد بن خليفة. نعم. وهو كلها سرتهم وحدة. نعم. وإخوان وهي الأساس حلقة. الأساس ذي يسمون حلقة أبو فلاح. حلقة أبو فلاح. آه. أنا باكم تذكرون هذه الكلمة، حلقة آل أبو فلاح. آه. تمام. طيب هذه الحلقة. نعم. وهذا الشاهد. وهذا الشاهد. هذا الشاهد اللي يخص أبونا زايد رحمة الله عليه. نعم. هو عياله. هو عياله. نعم. آه. كلها لسرة الحاكمة. نعم. تحط الوسم ذي بس في شاهد يختلف. وسم أبو فلاسة حكام دبي. نعم طال عمرك الله يحفظهم. هذا لهم بالطرف الثاني. نعم. يحطون دخيلة على الطرف اليمين. على اليمين. اه دخيله يسمونها الدخيله. دخيله. دخيله ها شوفها مثل ذي ها شوفها هذه دخيله. ايوه. شوفها. ايوه واللي فوق انت حطيت نقطه. نقطه. نقطه طال عمرك نقطه عزل عزل نقطه يحطونها. ايوه. وسب بني كتب يحطون طال عمرك العرقه. بني كتب. بني كتب. نعم. العرقه. العرقه. اي يسمونها العرقه هذه. اسمها العرقه. ايوه. وفي طال عمرك مزاريع يحطون عقال. زاري يحطون عقال، عقال، المناصير يحطون مني ها شوفهم قرعات. يا الله يسموها قرعات. قرعات. طال عمرك هذه التسمية وش هي؟ هذه جهمية. جهمية. جهمية يسمونها المناصير. نعم. وبالخيل يحطون. نعم. العلم ذي. لا لكن بتقول قرعات وش أصل الكلمة يعني؟ قرعة مثل الدقة. قرعة. دقة يسمونها. نعم. قرعة. نعم. قرعة. زين. أها. نبغى نعرف شعوبا وقبائل ونحن. نعم. ما شاء الله شعوب وقبائل ونبغى نعرف. هذه عليها احنا علم ذي بعلم طال عمرك. والشاهد يكون مختلف شوي. شاهد مشان يعزل بديله وديله. سبحان الله. سمعت؟ لأنها مثل مناصير. نعم. مناصير عندهم يهمية بس عندهم وسم. هب الخيل، بن يكتب، هب مهير، مزاريع. جميع القبائل احنا يمكن ما يجيبنا اسماء قبائل. نعم لا قصورا في اي قبيله. لا والله مو قصور في القبائل كلها فيها خير وبركه. نعم. ولكن احنا حصرنا علشان المعلومه تكون قريبه. جزاك الله خير. مرحبا. يا تفضل.
الرابط ما بين الحلقة هذه اللي هي طبعاً الوسم اللي على الحلال الذي يخص الأسرة الحاكمة، حلقة آل بوفلاح هي ذات الحلقة أي الإطار أو الحلقة اللي تم اعتمادها كجزء من شعار شرطة أبوظبي، الشعار اللي يعتبر انعكاس الموروث الأصيل من بلادي. وذي الحين احنا بنوسم اول مره نوسم الليله عشان طعمك يكون حي. خلاص نراويكم عمليه الوسم الان. يا رجل جيبوا الناقه قاسم، جيبوا الناقه. طيب الان طبعا بنشوف عمليه هنا، طبعا نشوف الوسم موجود، طبعا شابين فيه النار عشان يكون طبعا حامي. والان انت طال عمرك الحين بتوسم اللي هي الوسم. نعم. عطونا سبحان الله سبحان الله، الموضوع ابسط مما توقعت والله. شوف هذه يسمونها الحنيه. الحنيه الحنيه نعم، هذه الحن وسمنا. تبارك الرحمن، لا اله الا الله. طال عمرك بس عشان نوضح للكل، ما يبان انها كثير متضايقه يعني، هي تتحمل. الله شوف هذا علمنا. شوف هذا علم يعني علم سالم، وهذا ها شوه. اذا هذا واسم العوامر. واسم العوامر هذا واسم العوامر. وهذا اللي هنا الشاهد اللي يرمز لك انت. ايوه هات هات. واضح. يلا الله يحفظك يا شاهينه، جزاك الله خير، قدمتي لنا درس مباشر للجميع. الله اكبر. طال عمرك وهذول وش اللي هنا القدام؟ هذول وسوم ركض. وسوم ركض ركض، هذا يسمونه طال عمرك. سبحان الله، علم كبير جدا وواسع جدا، ولكن حبينا فقط أن نؤكد الآن على أهمية وجود هذا الإرث العظيم في تاريخ المجال نفسه. علم الحلال هذا والبوش والجمال بشكل عام له خاصية مع القبائل اللي موجودة، شيء أصيل موجود عندنا. ومثل ما نحن راويناكم الشعوب والقبائل حول العالم وكيف عندهم خصائص تخصهم، نحن كذلك. تعالوا نتعرف الآن على تسميات الجمل، يعني هذا المخلوق العظيم له تسميات مختلفة منذ أن يولد حتى يعني يكبر ويستوي كبير سن. تعالوا نتعرف. تعالوا الله، هالحوار الصغير، هاشو الحوار ذي فيها بركة. ايه قولي. ديرتي يا تاج راسي عشتي ولا عشرات. الله. ديرتي يا تاج راسي. وش اسمها؟ مرموق. مرموق نعم. مرموق ولا مرموم؟ مرموق. مرموق اي مرموق. مرموق هذا طال عمرك سلالة من سلالة الذهب. الله اكبر الله اكبر تبارك الرحمن. تعرف بسم الله ما شاء الله، هذا جدة مبيوع بستة مليون. هذا جدة مبيوع بستة مليون درهم عند الشيخ حمدان بن محمد. الله أكبر، استاهل طال عمرك، استاهل ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا طال عمرك هو المشكلة، شكلك جميل لو بس تمشي، لو بتم هالشكل ما تبغى. أوكي خلاص نكمل نكمل. طال عمرك خبرني الأسماء كذا على السريع. حوار حوار سنة كامل يوم يدور يجي شهر 9 السنة الجاية. نعم. طلع فطيم. فطيم دار عليه شهر 9 الثانية، طلع وين؟ حق حق احفظوا. عقب يطلع يقي يقي، وعقب يجي إذاع. إذاع نعم. خمسة بس لا تخرب اللهجة. لا خلاص إذاع إذاع إذاع. عقب يروح ثني ثني، وعقب يروح يرباع يرباع أرباع أرباع. أيوه عقب سدس سدس. شوف عقب السدس يروح أول فطر. أول فطر وش معنى أول فطر؟ أول فطر يطلع ناب ناب ناب، يطلع يبين هذا أنها على أول فطر. الله ذي عمره 9 سنوات. 9 سنوات عشان طويل تعيش الحياة والله. هذا لعزف خلفات. هذا لهم خلفات. خلفات وش يسمونهن؟ خلفات سمونهن. خلفات الخلفات هن اللي مات الحليب ومات الحيران دي. نعم. عاد مو اسمهن. الله نعم الله. ما اشوف تويتر ويلكم. بسم الله. هذا فريدريكو طال عمركم البرتغالي. أوه. البرتغالي يلا بسم الله. فري فري جول بسم الله. مور مور مور. الله ها شيء طيب.
لكل شيء في الحياة جانبين، لكل شيء وجهين، لكل حدث زاويتين للنظر. المنتصر ينظر له كيوم تاريخي، والمهزوم لا يرغب حتى بالنظر إلى الوراء. لكل شيء طعمان، مر وحلو، ولكن عندما يمتزجون ببعضهم البعض يأخذ الإنسان العبرة ويتعلم ويتعرف فيعرف، فيعرف أن الحياة ليست قطعة سكر، ولكنه في نفس الوقت يصل إلى مراحل من الحكمة تجعله يتلذذ بارتشاف القهوة المرة. مر حلو هو درب آخر، رحلة داخل الذات وداخل الوطن، تساعدنا على فهم ذواتنا لكي نشرحها غدا في دروبنا للآخر. فيني حب وشغف لوطني، وهناك الكثير لكي نقدمه للعالم. حان الوقت أني أخذكم في درب خالص تماما هنا في الإمارات، كمرشد سياحي ثقافي محب للبيئة. لطالما كنت أحلم أن تأتي اللحظة التي أقدم فيها دروب الإمارات للعالم، وقد حانت هذه اللحظة. أريد أن أشكر الجميع، الظروف كانت صعبة جدا ما في شك، لكن عندما تكون هناك إدارة شركة مثل إدارة شركة أبوظبي للإعلام، قناة الإمارات، قناة أبوظبي، كل المخلصين والجنود المجهولين خلف الشاشات، فريق العمل، دعوات المتابعين الكرام اللي كانوا دائما يسألون هل في دروب ثمانية أو لا، الحمد لله رب العالمين، بسبب دعواتكم تحقق هذا الدرب على خير. كلنا فخر بأن نقول بإذن الله دروب ثمانية ينطلق. أجواء جميلة في ليلتنا الأولى، نترقب إن شاء الله للقادم في بيئات مختلفة في وطني الإمارات. ديرتي يا تاج راسي، عشتي ولا عاش راسي، شوفكم إن شاء الله غدا، فمان الله. ديرتي يا تاج راسي، عشتي ولا عاش راسي، ديرتي يا تاج راسي، عشتي ولا عاش راسي. ما لفيت الكون غلطة، ما انت وسط السطر نقطة، انت من رباك زايد، وانت كالشمر رواسي. كم حكات تاريخ عنك، كم بكى الحساد منك، انت ارث وانت سور، ولك عيال ما تبور، وكل ساحل كل ثي، وكل شي منك هب شوي. والله ما نخذلت رابك، دام فينا عرق حي. ديرتي يا تاج راسي، عشتي ولا عاش راسي، ديرتي يا تاج راسي، عشتي ولا عاش راسي.